والحديث عن الوجبة الدرامية الدسمة، الحقيقة الواعية اللي كل وجبة فيها أو كل عمل درامي فيه مختلفة عن الآخر، في فكر، في محتوى جيد، في احترام لعقلية حضرتك وحضرتك، في احترام لكل بيت مصري وعربي، واحترام لفكره واحترام لشخصه كمان. خريطة درامية اترسمت خطوطها، ده طبعا وفق منهج واضح من أولوياته تنوع ذائقة المشاهد. 18 عمل درامي بتتنوع ما بين التاريخي والوطني والديني والكوميدي والاجتماعي والمأخوذ عن أصل روائي أيضا، وغيرها من وجبات درامية ضخمة وفيها ثراء بيتم عرضها على الشاشات خلال موسم شهر رمضان الكريم، واللي تحول بدقة للشعار اللي رفعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو رمضان شهر الفرحة. المزيد من التفاصيل عن خريطة درامة رمضان وتنوعها بينضم لينا عبر الهاتف الناقدة الفنية الأستاذة علا الشافعي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. لها احنا دايما كل يوم حريصين ان احنا نتحدث عن الدراما الرمضانيه وتطورها على ارض الواقع، واللي بنشوفه دلوقتي من دراما المشهد، الكادرات المحترفه، القصه والحبكه الدراميه والاداء التمثيلي. حضرتك شايفه ازاي الوجبه بشكل عام؟ لا، زي ما انت قلتي في البدايه ان في حاله من التنوع والاختلاف واضحين جدا على خريطه رمضان السنه دي. ده ابتدى يمكن السنه اللي فاتت بالمناسبه، يمكن السنه دي تاثر اكثر، وعندنا احساس بحاله شويه كمان من الزخم، لان احنا عندنا ال 15 حلقه المسلسلات اللي هي عباره عن 15 حلقه دي مدي احساس ان المسلسلات عددها اكثر. فده كمان عامل حاله كبيره ثانيه برضو مختلفه اذا في مسلسلات كتير معروضه على القنوات المختلفه. ويمكن هي مؤشرات من بدايه احنا لسه في الاسبوع الاول من رمضان. يعني انا شايفه المؤشرات ان احنا عندنا مسلسلات جيده الى حد كبير، مسلسلات مختلفة. اللي محتاج يتفرج على المسلسلات الدينية، وده يمكن انا يمكن بقوله دايما بأكد عليه، ان كان وجودها على الخريطة شيء مهم جدا. ديني تاريخي، التصنيفات ممكن تختلف يعني في بعض التفاصيل، زي مسلسل الإمام الشافعي او رسالة الإمام. المسلسل كمان توقيت عرضه ذكي جدا، عادة في السنوات السابقة كان ده عادة كانت المسلسلات الدينية او التاريخية بتعرض متأخرة جدا، آخر الليل كده بعد الفطار والتحلية، السحور كمان. كان ده أدى الانصراف في الجمهور عن النوع ده من صحيح. ولكن اللي حصل إن اختيار توقيت عرض رسالة الإمام 6:30 ده بعد الفطار مباشرة، أنا بشوف المهم قوي عشان نرجع الناس تاني للنوع ده، ونقول إن النجاح يعني مش مرتبط إن الأعمال دي تاريخية بقى واللهجة واللغة ونقعد نفكر ومحتاجة، لا بالعكس. هو المسلسل من اول حلقه عمل رد فعل كبير جدا، وفي ذكاء كمان في التنوع اللغوي داخل هذا المسلسل طبعا. يعني الحديث باللغه العربيه الفصحى، وحضرتك صححي لي، علشان الوطن العربي كله يفهم محتوى المسلسل، وايضا ابراز اللغه المصريه العاميه، ده في تنوع ذكي. يعني حدثينا عن هذه النقطه لو سمحتي يا استاذه علا، لان حضرتك ناقده مش بس صحفيه. لا يا بصي حضرتك، هو الفكره كلها ان هو هنا بتشتغلي على عمل تاريخي، التوقيت ده اللغه كانت في مصر، لو هو الامام قادم من مكه ففي مصر احنا كنا اللغه القبطيه هي السايده اكتر. صحيح. فانا دلوقتي انا اكيد مش هنطلعي الممثلين بيتكلموا لغه قبطيه، وعاده بيكون ده اختيار المخرج مع المؤلف كاتب السيناريو، طبيعه اللغه اللي يختاروها. انا دايما بسميها اللي هي اللغه البيضاء، يعني في بعض الاحيان هتلاقي في جمل عاميه بتتقال. صحيح. فده مهم جدا عشان العمل يوصل لاكبر قدر من الجمهور. لو كانت لغه عربيه صرفه فكان يقينا وانت مغمضه كده جزء كبير جدا من الاجيال الشابه كانوا هينصرفوا عن العمل، ولكن ما بيبقى الحاله ده الخليط اللي هو مريح للودن حتى كمان، انك بتتذوقي اللغه العربيه في بعض ما ينطق به الامام ومن حوله من شخصيات، وايضا الجمل اللي بتاتي على لسان العوام واحيانا يحاول الامام ان يتعلمها. وكان من الذكاء اما الامام دخل اما هو ابتدى يعني يتساءل عن بعض الجمل قدامه كانه يجهلها ولا يعرف هذه اللغه او اللهجه تحديدا. فطبعا ده انا بشوف ان هو ده اختيار بالاساس، اختيار للمؤلف، اختيار للمخرج، وهو الاختيار الاكثر ذكاء للوصول لاكبر عدد من الجمهور. وده بيحصل على فكره في كل المسلسلات، يعني احنا في مسلسلات تاريخيه ما بنقعدش ندقق قوي، انت ممكن تلاقيها في مصطلحات بعينها تكون ملائمه للفتره ولكن ليس اللغه اجمالا لغه العمل والحوار، وده بنلاقيه في مسلسلات عالميه كتير، مش بس يعني احنا مش بنتكلم بنعمل كاننا بنعمل حاجه فريده او عمرها ما حصلت. هو ده الطبيعي، ان انت بتستهدفي جمهور اكبر وشرائح متعدده داخل هذا الجمهور،
فعشان كده استاذه علا انا مش عايزه اضيع الوقت مع حضرتك واستفيد اكبر استفاده من وجود حضرتك معايا. هل في وجوه حضرتك شفتي حتى وان كانت محترفه حضرتك شفتي ان هو تم اعاده اكتشافها؟ يعني في اكتر من عمل وشايفين تنوع وشايفين اداء متنوع من ناس قديمه في الشغلانه، هل في وشوش حضرتك بتشوفيها لاول مره كاكتشاف؟ لا هقول لك انا الحقيقه ان هو دايما كل رمضان عاده، يعني انا بقول ان موسم رمضان هو مش بس موسم النجوم او الممثلين، لا هو موسم فيه كده تداخل وتماهي بين اجيال مختلفه، واجيال مختلفه الحقيقه بتدي طعم ولون لكل الاعمال اللي بتشتغل فيها. يعني لو هاخد لك بشكل سريع جدا، لو مش لينا ضرب نار، فضرب نار انت عندك يعني ايقونه من ايقونات التمثيل سواء المسرح او التمثيل في مصر، الاستاذه الكبيره زهير المرشدي. حقيقه وجودها جدا داخل هذا العمل مع العوضي متقل العمل جدا، صحيح، خصوصا في المشاهد اللي بينهم وبين بعض، ولان الوقت ضيق همر سريعا. يعني هتلاقي كمان لو شفنا مسلسل سر البيت، انت هتلاقي عندك اجيال من النجوم مختلفين مع بعض في هذا العمل، وده ايضا جزء من ثراء العمل ووجود اجيال مختلفه. ده انا بشوف ميزه كبيره جدا للغايه، من حنان مطاوع، استاذ احمد عبد العزيز، احمد صلاح السعداني، بحفظ يعني مع حفظ الالقاب لهم جميعا، ففي حاله كده من الثراء بكافه الاعمال. لو عدينا بشكل كبير هنلاقي ده حاصل تاني، هنلاقي كمان في الدراما الوطنيه هتلاقي ده موجود، عدد كبير من النجوم سواء بيظهروا في نجوم شباب، عدد كبير بيظهروا من النجوم الكبار والشباب، فده عامل حاله. يعني اولا في احساس ان اجيال مختلفه بتشتغل، ده مهم، مدارس تبصيريه مختلفه قدامك، فاحنا هنا احيانا بتشوف كده مباراه من التمثيل. انا مثلا من الحاجات اللي استوقفتني مشهد من المشاهد المهمه حقيقه جدا في الحلقات الاولى، فنان القدير عبد العزيز مكيون مع امير كراره في سوق الكندو. هتلاقي كمان ايضا مشهد لنيلي كريم مع جمال سليمان مع فريد يوسف النصر، حقيقه ده كله بيقول لا ان احنا عندنا دايما مواهبنا هما الاكثر، يعني نقول هما فعلا قوتنا الناعمه، مسلسل يعني نجومنا دول هما ثروه حقيقيه، يعني ثروه حقيقيه طول الوقت. مثلا لو قلت لك في يسرى من الناس اللافته للغايه في مسلسل يسرى الف حمد لله على السلامه، معاها الممثل الشاب اللي هو عامل دور الضابط في حقيقي حضور طاغي، بيمثل كده بكتفه شديده جدا، احساسه ان هو بكل المفارقات اللي بتصنع من خلال مواقف هذا العمل، فده يعني زي ما بقول لك لا موجود ومتحقق هذا الموسم. والحقيقه يعني لو اتكلمنا عن الاعمال كلها يعني مش هنقدر نحصرها طبعا زي الكبير، انا طبعا مقدره يعني دقه حضرتك وذكائك في الحديث عن كل مسلسل واختيارك للجمل، هي الحقيقه احنا بنقول ان هي وجبه دسمه، ولكن هو الحقيقه احنا دايما بنتكلم عن الورق الجيد. دلوقتي احنا شايفين ورق جيد متنوع مع كل عمل، كل الاحترام والتقدير لحضرتك الناقده الفنيه الاستاذه علا الشافعي، وايضا كل الاحترام والتقدير للشركه المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تقدمه للمواطن المصري والعربي.